صراحة خايف ما لي بيت مش قد حاجة. أنا ريتي قبلنا الحكاية دي أترابير كمال قلنا كمال رضا من سرطان ولدنا وخونا كمال على خاطر كنت أنا باش نكملوا معك كملنا معك للغاية ولا على خاطر كنت وأنا عندنا ثقة برشا في كمال قال بيجيكم تليفون كنت اللي تكلمت حتى ولا قعدنا نتعاملوا مع بعض أنا ما عجبتنيش برشا هذا المنظر البيت لا عليك كيفاش كلم عنا دري ثم راهو أمور ما فيهاش تفدليك بالنسبة لنا احنا ما أنا اللي نقبل الروحي وأنا بالأحسن أنا نخدموا فيها صدقني كيف قبلناها من الأول أنا ولد الحركة مساعدين نموت على خاطرها مساعدين نموت على خاطرها جاتنا حاجة ثم جاتنا من الحركة بدأت الحكاية من الأول هكاية وهو أنا يعرف الناس كل تعرف واحد بلو السيدة ثم سرقها ولدنا هكا بالضبط اللي هو أنت احنا مازلنا ما نعرفوش وتعرفنا يعني وخدمنا نخدموا معنا في الحركة ونخدموا جيد ولكن النهضة يستاهل لكن ما لأنه ما مدوش اليد الحامية اليد الصحيحة خليت معناها هي شنو العملية هو كي ما أنت مثلا نعطيك المثال كي مثلا إنسان معناها كما يقولوها تعطيه تنحيه أنت نحيه ثوم نتاع جراثيم وراك تقول لا اللي مش نجيبه انا بالك ما يعرفش اداره وما يعرفش كذا كمسؤول كذا لا يا سيدي ما يعرفش هو خلينا هكا اللي ماشي يتفوت لك الدنيا صحيح فهمت توقيتك امر ابوك الكل لكن لهي باعتبار المساله مشكله هم لهي بيقولوا مش خاصه الحكم خايب والله ما لفت دخت انا وقلت لي على التعليق اللي اعطيها دار هكا لا نعطيك العلاج العلاج يا سيدي $50 على الوشلات العلاج اللي لابوه اقل من $50 تقريبا لا يجي تاع سبعينات تونسية 75 دينار ماكسيموم باهي شكون معناها مشاركين فيه تعرفش شكون ها شفيق الجراية وبنت الغنوشي والدولة فترة بس هي جدها وبالفرق يتلقى هذا الدوخ في أمرك وقلت لهم رأوا من الأول قلت لهم رأوا نوفي يا تلفان هذاك مشي فلق ناس تعطيك من البنك سنترال كيفاش خرجت الفلوس وكل شيء مش لعب رأوا والله لا هذا في البنك سنترال اوه يو 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 شكرا ما نجم يخرج ويبصح إلا باتفاق مع بن علي ما يتعذبش عليه هذاك ما يعرفش منين يجي علاش فيه هو يكسح ما يعرفش يتعذبش عليه ما شافش ابوه يتمرمد ولا عمه يتمرمد ولا امه تتمرمد هذوك اللي قاعدين يقبلوا فيهم ما ولد خو فلان ولد عم فلان ولد خال فلان هو قال لك حتى معناها في صفقة عليه دخل في صفقة عليه كفر جابوا لي بروش قلنا جابوا الوزراء اللي كانوا البر اللي يقرروا لهم وعايشين معاه البر وكذا وحطوهم وزراء
واللي تعذبوا لنا في تونس واللي شدوا كذا حطوها في الصف الثاني قلنا نسيت. حتى التجارة مش مهمة ترابلسية جدد نحن مش مهمة تجمعين جدد والله العظيم طلع لي الدم أنا ذاي زوز وزادة دوم أنا عرفت لا ومع شكون طلعوا لي الدم ومع شكون يا بالحسن هذا المشكلة مع أكبر عنصر نفس فساد في تونس حاتي بفيد شريق شرية ما عادش فيها ما كي دي بنت الغنوش يدي حركة النهضة لا أنا باش تنحوا منع من السفر تقرب للحركة لأني عاونوه باش الله عليك هذاك أنا بداخل تاي مش ضوي البلاصة مش ضوي ها؟ لا 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 ما نضوي الكرم هاي برا خويا برا يديك على الزناد ان شاء الله ان شاء الله بيصدر هذي خلي نمروك لحظة تفق التليفون تفق التليفون تفق التليفون تو برك قول لحرام لباس علي لباس لا لباس لا لباس استنى لحظة برجع بوه التليفون بوه التليفون بومبا غاز هاي عندي وشوك وين؟ شوك هاي في الكهرباء نزة تحتي نزة تحتك هاي خلني نمشي عليه باش يسال هذا حتى قبل ما نجيب البلوزة هنا خلي يقول فيها الواحد التليفون بس شو بدي اسيب التليفون الامريكي خلي الكهرباء محلول خليها في الكهرباء كان مش حتى من هنا مش حتى من هنا ندخل الشانتي ديرك انا حتى واحد ما يقولش بالدير فهمتني باهي تاكل صوت قال هنا هاي وين متبات هنا بسم الله هاي شبيه هاي عايش هزب الله راي هزب الله ليه انا دينا في الشانتي تليه لباس لباس بإذن الله لباس هاي سلام عليكم هذا تعطيه 5 ملايين يحس من شوية لا كان 8 تاريخ ولا يعطيه 40 كان هم بالضبط علاش انا افهم كل شيء والله يقول قال لك كان جاي عنده طيبين هو واحد فلوس بلحيه وبيضاء حتى تتبيع الدنيا وحتى المناهج يقولوها تعمل امتحان حتى انتم تعملوا تقوم بولو حاجه هذه مظلمه انتم تغزوا المظلمه ولا توليوا لاهم بالفلوس وكا هو وما يهمكش في المظلمه شيء اسف اعطيته جزء من النصف اعطيته 500 واشر للاشتراك وزاد اعطيته 5 ملايين ثاني من الكلام وفهم البقيه في بالي بسم الله الرحمن الرحيم والله الذي لا اله الا هو الحي القيوم يدخل الانسان في نور له وله في السماوات وما في الارض عند الذي يشفع عنده والذي به يعلم بين يدينا ويخلقنا له كل شيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم اللهم توكلنا من الله بسم الله الرحمن الرحيم توكلنا على الله